بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلبة وطالبات الثقافة الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة الحدود الشمالية ترحب بكم، وفيما يلي فيديو تعريفي لكيفية الدخول لنظام البلاك بورد. من موقع جامعة الحدود الشمالية نختار قائمة العمادات، ثم نختار عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد. ببوابة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد يوجد مجموعة من الخدمات، منها الدخول لنظام البلاك بورد. بالضغط عليها ستفتح الشاشة الرئيسية لنظام البلاك بورد. على يسار الشاشة بإمكاننا اختيار لغة النظام، الدخول للغة النظام إما باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. لاختيار اللغة الإنجليزية نضغط على English، ولاختيار اللغة العربية نضغط على العربية. لتسجيل الدخول باسم المستخدم، الدخول بالرقم الجامعي، وكلمة المرور هي نفس الرقم الجامعي. ثم تسجيل الدخول. في حال تم نسيان كلمة المرور الخاصة للدخول لنظام بلاك بورد، بإمكانكم التواصل مع فريق الدعم الفني بعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالضغط على رابط هل نسيت كلمة المرور الخاصة بك. بعد ذلك ستظهر شاشة يتم من خلالها اختيار إذا كنت طالب أو مدرس. بعد ذلك يتم تعبئة كافة الحقول المطلوبة، ثم إرسال، وسيتم التواصل معكم في أقرب وقت ممكن. في الصفحة الرئيسية لنظام البلاك بورد سنركز في الوقت الحالي على كيفية الدخول للمقررات الدراسية، وسيكون هناك فيديوهات أخرى لشرح ميزات النظام. للدخول للمقرر الدراسي الضغط على المقررات الدراسية، ثم اختيار مقرر الثقافة الإسلامية. على يمين الشاشة توجد القائمة الرئيسية الخاصة بالمقرر، وتحتوي على مجموعة نوافذ التي تمكن الطالب من تصفح المقرر الدراسي بطريقة سهلة وميسرة. ففي نافذة الصفحة الرئيسية توجد معلومات حول المقرر الدراسي، ومنها نافذة معلومات الأستاذ. وبالضغط على معلومات الأستاذ سوف نجد المعلومات الخاصة بالتواصل مع أستاذ المقرر، فيمكن التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال التليفون الثابت أو من خلال التواجد في الساعات المكتبية لمناقشة الأستاذ حول جزء معين من المقرر. ننتقل بعد ذلك إلى قائمة الخطة الدراسية، وفي نافذة الخطة الدراسية وفيها عرض كامل لجميع أجزاء المقرر الدراسي مع الأنشطة وتوزيع الدرجات ومواعيد الاختبارات الشهرية والنهائية. نأتي الآن إلى نافذة المحتوى، وبالضغط عليها نجد بداخلها المادة العلمية الخاصة بالمقرر مقسمة على وحدات. ولتصفح المقرر الدراسي نأتي إلى رابط الوحدة الأولى، وبالضغط عليها نجد بداخلها مقاطع فيديو مقسمة لتيسير العملية التعليمية، حيث يمكن متابعة المحاضرة على فترات زمنية مختلفة من أجل إعطاء الفرصة للبحث والدراسة حول كل جزء من أجزاء المحاضرة. وبالضغط على الجزء الأول لتتم مشاهدة مقطع الفيديو،
ثم تشغيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. ويمكن تكبير الشاشة بالضغط على ملء الشاشة. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في المحاضرة. ويمكن أيضا تغيير جودة الفيديو بالضغط على الإعدادات. أصول الثقافة الإسلامية، وهذا المقرر هو المقرر الأول الذي، وإغلاق الفيديو يتم الضغط على علامة الإكس الموجودة في أعلى الفيديو. نأتي الآن إلى نافذة الواجبات، وهنا سوف نتعلم كيفية تنزيل ملف الواجبات وحل الواجب، ومن ثم رفعها مرة أخرى على النظام، والتي سوف يتطلع عليها أستاذ المقرر وإعطاء الدرجة الخاصة بها. بالضغط على نافذة الواجبات سوف نلاحظ وجود الواجب الأول وبه ملف مرفق. بداية حل الواجب تتم بالضغط على اسم الملف المرفق لتنزيله على الجهاز الحاسب، ومن ثم فتح هذا الملف. بعد فتح الملف وحل الواجب، السؤال تكلم عن مفهوم الثقافة الإسلامية. بعد الإجابة على السؤال يتم تخزين هذا الملف على سطح المكتب فليكن، وبعد حفظ الملف يتم الطريقة الثانية لحل الواجب، وهي رفع الواجب على نظام بلاك بورد، وتكون بالضغط على اسم الواجب، الواجب الأول. سوف تظهر لنا شاشة جديدة تحتوي على معلومات عن الواجب في الإرشادات. النقاط المحتملة في مركز التقديرات لهذا الواجب هو 3 درجات. بعد ذلك يتم الإجابة باستعراض جهاز الكمبيوتر، ثم تحديد أين تم حفظ الواجب، ثم الضغط على إرسال. نأتي الآن إلى نافذة المناقشات. بالذهاب إلى نافذة المناقشات وبالضغط عليها نجد رابط منتدى الثقافة الإسلامية. بالضغط على اسم الرابط نجد موضوع للنقاش، وهو تحدث عن مفهوم الثقافة الإسلامية، وبالضغط عليه نستطيع الرد بالضغط على هذه السلسلة وإضافة رسالة جديدة حول التحدث عن مفهوم الثقافة الإسلامية، ثم الضغط على إرسال. الآن نأتي إلى نافذة الإعلانات، وبالضغط على نافذة الإعلانات نجد رسالة ترحيبية بداخل هذا الإعلان. طلبت وطالبات الثقافة الإسلامية، نتمنى لكم عاما دراسيا سعيدا ومع أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق. وفي نافذة الإعلانات نجد جميع الإعلانات والتنبيهات الهامة التي يجب على الطالب معرفتها بخصوص المقرر الدراسي، بما في ذلك مواعيد تقديم الواجبات أو إنشاء موضوع بحث أو نقاش، ومواعيد الاختبارات الشهرية والاختبارات النهائية. وهنا ننوه بأن الاختبارات النهائية سوف تتم بإذن الله داخل الجامعة، ومن خلال الحضور الشخصي وأداء الاختبارات. والآن نأتي إلى آخر نافذة في قائمة المقرر الدراسي، وهي رسائل المقرر الدراسي. وبالضغط عليها يستطيع الطالب والمدرس التواصل حول المقرر الدراسي
لنقاش بعض المواضيع بالضغط على إنشاء رسالة، وهنا يتم تحديد إلى من ستذهب هذه الرسالة وإضافة موضوع للرسالة ثم إضافة النص والضغط على إرسال. في النهاية تتمنى لكم عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الحدود الشمالية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.